بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما تابعتوا معنا اليوم كانت الدورة الأولى من السنة ديال 2021 واللي كانت دورة مهمة. الجديد في هذه الدورة هو أنه لأول مرة الإخوان المهنيين هم اللي صبحوا كيطلبوا واحد النوع ديال الراحة بيولوجية في النفوذ الجغرافي التابع للغرفة الصيد البحري المتوسطية، سواء تعلق الأمر بالمحيط البحري المتوسط أو بالنفوذ الجغرافي اللي كتمثل الغرفة والمطل على المحيط الأطلسي. البحر الأبيض المتوسط هو واحد البحر مشترك ما بين واحد مجموعة ديال الدول، كيعرف واحد المستوى ديال التلوث عالي، في واحد مجموعة ديال المشاكل مطروحة من بينها النيغرو، من بينها قلة الأسماك، وهذا ولا كيستدعي أننا ناخذوا إجراءات اللي هي حالية وآنية للخروج أو للبحث على استرجاع هذه الثروات هذه. فالإخوان ولاو اليوم كيطلبوا وغادي نديروا رسالة في الموضوع إلى الوزارة الوصية بناء على الفصل 23 من القانون الأساسي 497 للغرفة المتوسطية، واللي كيعطين الغرفة الأحقية أنها تكاتب وزارة البحرية وطالب التدخل أو إحداث مشروع قانون أو ما يجاري ذلك كل ما يتعلق بشأن أو شؤون قطاع الصيد البحري. فهذا المسار هذا هو. فبطبيعة الحال كما لاحظتم بالإجماع سوف نكاتب وزارة الصيد البحري لتعمل على إيجاد راحة بيولوجية في 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 في, في العاجل لجميع الأسماك، سواء منها الأسماك السطحية أو الأسماك القاعية، باش نحاولون يعني الثروات السمكية يعني ترجع الأصل ديالها، كما الحال في التجربة اللي عشنا في العرائش واللي لاحظتوا أنه منع استخراج الرمال اللي توقف العرائش جعل على أن احنا مجموعة ديال أنواع ديال المصطادات ولينا كنشوفوها من جديد، شطنبان مثلا أسيدية أو الصول اللي كنا فقدناه ولينا كنشوفه في الأسواق ديال العرائش. إذن هاد المبادرات هي مبادرة إيجابية. والغريب في الامر هو انه قبل الوزاره كانت كتقول للمهنيين خصكم توقفوا، اليوم المهنيين هما بداو كيطلبوا انهم خصهم يوقفوا. هذا كيبين المستوى العالي ديال الوعي وديال النضج اللي وصلوا الاخوان في الغرفه المتوسطيه. انا كنظن النقطه الثانيه اللي هي جد مهمه واللي هي ديال الحفاظ على التلوث، واللي هناك واحد مجموعه ديال المبادرات من بينها قيام بعمليه تحسيسيه لدى البحاره، جمع النفايات عند رجوع المراكب من العمليه ديال الصيد، لانه ما كتعرفوا كل مركب كيمشي الصاد على المتن ديال العدد ديال البحاره والعاملين، وهادو كيخدموا معاهم واحد المجموعه ديال الماكولات، وديك الماكولات كتكون اما في مصبرات او دانون او ما يشابه ذلك. اذا هاد النفايات فالمهنيين كيطلبوا انه في اطار قانون الشرطه المينائي الجديد وفي اطار واحد النوع ديال التحسيس، اكثر من ذلك طلبوا ربما بواحد النوع ديال المباراه، شكون هذا المركب اللي غادي يرد واحد العدد كبير ديال النفايات للموانئ، وبالتالي يجب تخصيص اماكن مخصصه داخل الموانئ لجمع النفايات، واللي هي موجوده اماكن مخصصه لتجميع الزيوت الغير مستعمله من طرف لاين بي داخل الموانئ. اذا هذا كيبين على انه فعلا المهنيين ولاو كيحسوا بالخطوره ديال التلوث من جهه،
والخطوره ديال عدم وجود واحد الراحه بيولوجيه من جهه اخرى. كنظن هادو هما النقطتين الاساسيتين، اما ما دون ذلك فهي مصادقه بالاجماع على الميزانيه ولا على التقرير ولا على يعني التقرير المالي ديال 2020. ثم شفتوا على انه الغرفه كتعيش واحد النوع من التوافق بالاجماع ما بين جميع الاعضاء ديالها. هناك بعض نوبات نقاش حد، هذا طبيعي بكون الطبيعه ديال البحاره وديال رجال البحر، وهذا كيثبت على انهم عندهم غيره على القطاع ديالهم. فانا كنستغل الفرصه باش نهنئ فعلا حقيقه الاعضاء والمستوى اللي وصلت له الغرفه ديال المتوسطيه والاعضاء ديالها جميعا، وكنطلبوا من هذه المناسبه ان الوزاره الوصيه تسرع في اقرب الاجل اخراج هذا المسلسل ديال ايجاد واحد النوع ديال الراحه بيولوجيه بالمناطق اللي حنا كنمثلوها، لان هذا هو الحل الوحيد كنظنوا حنا بطبيعه الحال في شراكه مع المعهد الوطني للبحث العلمي وفي شراكه مع الاطر ديال وزاره الصيد البحري، لان هناك الجانب المعرفي ديال المهنيين وهناك الجانب العلمي اللي هو لنرش واللي هي تابعه لوزاره الصيد البحري. سلام تام بوجود مولانا الامام دام له النصر والتمكين. وبعد بمناسبة انعقاد الدورة العادية الأولى عن سنة 2021 الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية يوم الجمعة 19 مارس 2021 بطنجة، يتشرف قادم الأعتاب الشريفة رئيس الغرفة أصالة عن نفسه والنيابة عن جميع الأعضاء أن يرفع إلى سيدنا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصدق الآيات وعلاء معربين للجانب الشريف عن خالص الامتنان والعرفان للرعايه المولويه الساميه التي وليها جلالته لقطاع الصيد البحري ولمختلف العامل البحري. ابقى الله مولانا الامام ذخرا وولادا لشعبه الوفي وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، سائل الله جل قدرته ان يؤر عينه بوليه عادي الامير الجليل مولاي الحسن، وان يجعل صنوي الامير المولى الرشيد خير السند له، وان يحفظ سائر افراد الاسره العلويه الشريفه، انه السميع مجيب الدعوات والسلام على المقام العالي بالله. خادم الاعتاب الشريفه رئيس الغرفه الصيد البحري المتوسطيه يوسف بن جلول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.